أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي نتابع فيها تجديد تأكيد عدم حضور الجماهير في مباريات كرة القدم في سوريا من قبل ما يسمى لجنة السلامة العامة. وفي ظل التخبطات التي تعيشها الرياضة السورية، مشروع لتطوير الكرة يستهدف الفئات العمرية الصغيرة. أكدت لجنة السلامة العامة في تقرير لها على عدم حضور الجماهير في ملاعب الجلاء والحمدانية والباسل في كل من اللاذقية وحماة وملعب الباسل أيضا بحمص وملعب جبلة، وذلك بعد إجراء الفحص الفني المطلوب لهذه المنشآت بعد حدوث الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شهر شباط الماضي. يذكر أن لجنة السلامة تم تشكيلها من قبل فرعي نقابة المهندسين بدمشق بطلب من المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الرياضي في مناطق النظام، حيث تم إيقاف حضور الجماهير في وقت سابق بعد حدوث الزلزال. في الأخبار المحلية أيضا، كشف اتحاد كرة القدم في سوريا عن تفاصيل مشروعه لبناء وتطوير الكرة السورية الذي يستهدف الفئات صغيرة السن. نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع على فيسبوك أنه يهدف إلى تطوير الجيل القادم ليمارس كرة القدم بشكل متطور تتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه كرة القدم العالمية، مع ضرورة جعل اللاعبين أشخاصا جيدين وفاعلين في المجتمع. المشروع يستهدف فئتي تحت 14 عاما أي مواليد 2010-2011، وفئة تحت 16 عاما أي مواليد 2008-2009. بالنسبة للتعليمات والضوابط الخاصة بالمشروع، يتألف كل منتخب بحسب ما نشر من 23 لاعبا مقسمين على 20 لاعبا وثلاثة حراس مرمى، ويمنح منتخب كل محافظة فرصة شهر للتحضير، بحيث ستقسم المحافظات على مجموعتين بحسب التوزع الجغرافي لها، شمالية وجنوبية، على أن تضم كل مجموعة سبعة محافظات، وسيجري لعب دوري من مرحلتين في كل تجمع، بحيث تلعب كل محافظة 12 مباراة لكل فئة عمرية بمرحلتين ذهابا وإيابا، وسيتم انتقاء منتخبين لكل فئة، بحيث يكون هناك منتخبان من المجموعة الشمالية ومنتخبان من المجموعة الجنوبية لكل فئة عمرية. بعدها سيتم إقامة بطولة تسمى بطولة النخبة لهذه المنتخبات في العاصمة دمشق،
وبنظام دوري مرحلة واحدة ليتم على إثرها اختيار المنتخب السوري لكل فئة عمرية بحسب ما جاء في تفاصيل هذا المشروع. اتحاد الكرة في سوريا اتبع نظاما خاصا للمواجهات، حيث اعتمد على أن مدة كل مباراة 75 دقيقة مقسمة على ثلاثة أشواط، كل شوط 25 دقيقة، في حين تكون مدة الاستراحة بين كل شوط 5 دقائق أو 5 دقائق. وينص نظام المباريات المتبع أيضا على أن يشارك في الشوط الأول 11 لاعبا وفي الشوط الثاني أيضا 11 لاعبا مختلفين عن الذين شاركوا في الشوط الأول، ويشمل ذلك حارس المرمى أيضا. هذه النقطة أثارت جدل كبير، كما وسمح لكل مدرب إجراء 3 تبديلات في الشوط الثالث من المباراة فقط، في حين أتاح التبديلات الحالي للحالات الاضطرارية مثل طرد حارس المرمى والإصابات التي تمنع اللاعب من الاستمرار خلال الشوطين الأول والثاني. ردود فعل كثيرة على هذا المشروع نقرأها على فيسبوك على الصفحة التي خصصها المشروع. محمد قربوز علق على المنشور قائلا: المشروع بيفشل قبل ما يبلش بحسب تعبيره. أما محمد جهاد فعلق أيضا: نحن بدنا 50 سنة قمرية حتى نصل إلى الدول المتقدمة، بس ينتهي الفساد والمحسوبية ويصير عنا ملعب مثل العالم والناس وكوادر جيدة بيصير عنا الرياضة. أما ساير سباكة فعلق على فيسبوك أيضا بدوره: مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح، الفقرات النظرية فقرات نوعية، ننتظر منكم الخطوات العملية لنرى مدى الجدية في التطوير. علي أيضا علق: أغبى قرار أشوفه بتاريخ كرة القدم، يعني أنت بدك جهز منتخب المفروض تعوده على الوقت النظامي لمباراة كرة القدم، مو تخترع أشواط وقت على كيفك. تعليق أيضا من نور الدين كتب فيه: والشوط الثالث كيف تشكيلة الجمهور؟ أم حسب الرؤية؟ وين اللجان؟ وين اللاعبين؟ وين الملاعب؟ شو وضع أو الملاعب شو وضعها بحسب ما عبر في تعليقه؟ إذن في ظل التخبطات التي تعيشها الرياضة السورية يطلق هذا المشروع لتطوير كرة القدم مستهدفا الفئات العمرية الصغيرة والوسط في سوريا. الجماهير الرياضية السورية كما نقرأ على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مضطرة لأن تتابع المباريات لتعلق المشجعين بأنديتهم وحبهم للرياضة وحاجتهم لفسحة أو استراحة تبعدهم عن الضغوط، لكن الخيبات كثيرة والفشل مستمر حتى على الصعيد الرياضي، أداء ومستوى سيء للغاية في المباريات. كان الله بعون من يتابع خصوصا يعني دوري كرة القدم في سوريا. أضف إلى ذلك حالات تهجم وضرب للحكام عدة مرات داخل أرض الملعب شاهدناها خلال السنوات الماضية، ويتحدثون عن مشروع لتطوير الكرة السورية. نبقى مع الأخبار المحلية، حيث اختتمت في مدينة أورفا التركية دورة كرة قدم تحمل اسم عبد الباسط الساروت، والهدف منها التذكير برموز الثورة السورية وبمشاركة أكثر من 150 لاعبا. طبعا الهدف الأول هو إحياء ذكرى الثورة الشهيد البطل عبد الباسط ساروت، والغاية منها تجمع للرياضيين الأحرار السوريين من كافة الأندية والفرق، تذكير بالثورة ومدى استمراريتها. الثورة مستمرة يعني. احنا كلاعيبة سورية ما يحق لنا نلعب بأندية تركية بسبب الكملك، نلعب الدورات نتفضى نفش هموم الوضع الحالي، نسأل الله أن والله يفرج علينا ونرجع لبلادنا ونلعب بأنديتنا بسوريا والله يفرج علينا. البطولة تضم 10 فرق من خيرة الفرق الموجودة بشالي أورفا. طبعا البطولة تضم نحو 120 لاعب رياضي ينشطون بالأندية الموجودة بأورفا. طبعا في عدة أكاديميات أيضا ترفض هذه الدورة: أكاديمية الهدف، أكاديمية بلد الوليد، أكاديمية الفرات ترفض هذه الدورة بخيرة اللاعبين السوريين الأحرار.
فنيا البطولة حلوة كتير كتير، وفيها خامات رياضية عالية جدا. سبق للاعبين لعبوا بالأندية السورية وهلا عم يشاركونا بالدورة، وفي منهم لعبوا مع الشهيد عبد الباسط صاروخ سابقا. اكتشفنا خامات موهوبة شباب واعدة، وإن شاء الله بالمستقبل بنشوفهم بإذن الله تعالى أفضل من هالوضع. دورة عبد الباسط الساروت الشهيد الله يتقبل ويتقبل شهداء سوريا أجمعين. كانت دورة ناجحة بغض النظر عن الظروف اللي تمر بها الشعب السوري بتركيا، من عمل، من ضغط نفسي، من جهد في العمل ك 12 ساعة عمل من الصبح للمساء، فما عندنا غير التنفس الاصطناعي نحن نقدر نقوله انه هالوقت هذا انه اليوم نخلص عملنا للساعة 9 فنجي على الدورة هذه، يعني نفضفض عن حالنا، نتعرف على ناس كانت من نخبة من الدوري السوري الممتاز، عرفت علي شلون؟ تعرفنا عليهم بالمكان هذه مع الأصحاب هذه من الجمعة الحلوة هذه. هدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو هدد بالتعتيم التلفزيوني على كأس العالم، أو ندد بهذا التعتيم كأس العالم للسيدات طبعا الصيف المقبل في الدول الأوروبية الكبرى ما لم تعدل القنوات الناقلة عروضها للحصول على حقوق البث. قال رئيس الفيفا من مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال ندوة عن استخدام كرة القدم كأداة للتجارة والتنمية أن العروض من القنوات الناقلة لا سيما في الدول الأوروبية ما زالت مخيبة. كأس العالم للسيدات سيقام في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز والعشرين من آب، وهذه إحدى حجج القنوات الكبرى في أوروبا التي انتقدت توقيت المباريات حيث ستقام معظمها قبل الظهر بتوقيت القارة الأوروبية. في هذه البطولة تتنافس 32 دولة في كأس العالم للسيدات لأول مرة، حيث ارتفع عدد المنتخبات تدريجيا منذ البطولة الأولى عام 1991 التي ضمت 12 منتخبا، ثم ارتفعت إلى 16 منتخبا في مونديال عام 1999، ثم إلى 24 منتخبا في مونديال عام 2015. ستقام أيضا مباريات كأس العالم للسيدات على 10 ملاعب لأول مرة، تتوزع بموجب 6 ملاعب في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا، وستقام المباريات بنفس النظام المعروف من دور المجموعات وخروج المغلوب. أيضا من المعلومات المهمة لهذه البطولة، منتخب المغرب تألق في كأس العالم للرجال في قطر 2022، وهو الآن سيشارك عن قارة أفريقيا في هذا المونديال، ولكن على صعيد السيدات، وهي مشاركة تاريخية حيث لأول مرة يشارك منتخب عربي للسيدات في كأس العالم
من أصل ثمانية نسخ أو ثماني نسخ سابقة لهذا المونديال أو لهذه البطولة، وهذا هو المنتخب المغربي للسيدات. أيضا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الرقم القياسي لعدد كؤوس العالم، حيث حملت اللقب 4 مرات، تليها ألمانيا التي حملت اللقب 2، ثم النرويج واليابان اللتان حملتا اللقب 1. بكأس العالم للسيدات وهذه التفاصيل والمعلومات تنتهي حلقة شوط إضافي لهذا اليوم. نلقاكم يوم الغد بأخبار رياضية جديدة. دمتم بألف خير.